مساء الخير، معكم السيدة الخنساء من المغرب، أستاذة عفوا طالبة عند الأستاذ الموسيقى أستاذ زياد هادي الذي يدرس بالمعهد الموسيقي ببغداد. وأعتز كثيرا بكوني طالبة عنده لأنه يعطي صدق وإخلاص وبمنهجية وبصبر كبير أكيد. اليوم سأحاول أن أعزف قطعة شروق، وهي للفنان الكبير العراقي جميل بشير، الذي يعد مفخرة ليس فقط للعراقيين ولكن أيضا لكل العرب. وطبعا نحن نعرف بأن قطعه تدرس بكل المعاهد الموسيقية. هذه قطعة شروق هي من مقام الرست على الدو 2/4 سي نصف بيمول ومي نصف بيمول. وتسمحوا لي أنني استعمل مترونوم.